بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المحور في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملعب الشاطر. أبرز عناوين حلقة اليوم: مذبحة في قائمة الأهلي والزمالك الإفريقية، وخناقة بين صالح وهاني في تدريب الأهلي، ونانا بوكو ينتقل للزمالك وثلاثة يرحلون. الأهلي يعلن قائمته للطلائع والزمالك يستعد للداخلية. كابتن شريف عبد المنعم نجم الأهلي الأسبق في ضيافة ملعب الشاطر.